على الطريقة اللبنانية نبلش كل واحد يحكي أساساً برا. بتعرفي لو برا ممنوع هذا الحكي، أنت بتاخذي كل اللي عم ينحكى هلا لأنه استباق للتحقيق وتضليله. إلا تداعيات برأيك هيدي القصة؟ تداعيات كبيرة ولا خلص خلصت تضبضب مثل ما هي؟ خلصت هون، ما حدا له مصلحة لا بالتعاطي مع القوات الدولية ولا بإخراج القوات الدولية ولا بضرب القوات الدولية. بالعكس، راح مثل ما شفنا حجم التعاطف اللي حصل عند كل وركضوا كلهم عند قائد القوات الدولية وحكوا، ما حدا من مصلحته. لكن فكري هلا ليش بده ينعمل هونيك؟ ليش؟ هول الشباب اللي قاعدين كانوا على القهوة عم تفرجوا فوتبول، انه هن كانوا يعني قلتلك لو بدهم يعملوا كمين بيعملوه بمحل تاني. طيب. مش هيك؟ عظيم. من هذا الموضوع بدي انتقل للوضع الامني، كونك قلت لي رح يتفجر الوضع الامني وهي مش هيدي المدخل لتفجير. صحيح. الوضع الامني. صحيح. اول شيء ليش بده يتفجر الوضع الامني؟ نعم. طالما الكل يتحدث انه نحن بالعام المقبل ممكن نكون مقبلين على حلول، ممكن في حديث عن تسويات، في حديث عن مبادرات. هلا حكيك عن التسويات اللي عم تنعمل تحت الطاوله والغير المعلنه. يلا بس بدي اقول لك شغله، امام لما بيصير في انسداد سياسي كامل وما عم تقدر تعمل فيه فتحة دفرسوار لتخرقي هذا الانسداد مشان تعملي ترجعي تفتحي على إمكانية التسويات والحل، شو بيحصل؟ انفجار أو اغتيال مدوي. بتضطري، مش بتضطري أنت تقرري، القوة اللي منظمة اللي عم تنظم الساحة قد تلجأ إلى، قد تكون قوة إقليمية أو دولية أو أي جهاز، الى عمليه اغتيال مدوي بتعمل اهتزاز بالبلد، ردات فعل بتقودك الى القبول بالتسويات المطروحه. طب نحن لما رحنا على الطائف السيء الصيت رحنا بعد شو؟ بعد حرب. بعد الحرب طبعا. لما رحنا على الدوحه كمان بعد 7 ايار، ب 58 لما جبت فؤاد الشاب، بعد ثوره، بعد كل هاي الامور. هيك هلا طبيعه تكوين المجلس النيابي الحالي اللي عملت هيدا الانسداد واللي ما عم تخليك تعملي خرق، طبيعة تكوين القوى المسيحية كمان المتوازنة واللي إلى كل حدا له مصلحته السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأنا وين بالحل اللي جاي كمان ما عم يساعدك لتعملي حل أو نوع من الترابط لتنتجي إمكانية تفاهم. أنت بتقولولي للطرف الآخر إسلامي أو غيره كل شيء، أنا بدي فلان، لأنه ساعتها من حق هالقوى إذا اجتمعت، لكنها غير مجتمعة. أمام كل هذا الانسداد قد تأتي عملية الاغتيال أو الفوضى الأمنية. ليش؟ نحن رايحين لـ30 كانون أول $50,000، هلا التنام بتكون صرنا على حفة الـ45، وأنا على هالطاولة لما مرة قلت لها لزميلتك إنه 35 40 5، نقزت لأنه بدنا نفوت على بعد رأس السنة على انفلات طالما نحن ما في حلول ما في شيء. ليش عفوا شو بتفرق 43.5 اللي عم نعيشها اليوم عن الـ50,000 تبع اول ما طلع السنة؟ عم يشربوك 43.5، 700 44 44 و300، في عقل اسود عم بيشتغل بطريقه كثير ذكيه بالوقت اللي انت عم تترنحي كبقايا دوله، بقايا مؤسسات عم تنهار وقوة سياسية ما حدا عنده حل. على فكرة بالبلد شو بدك قديش تسمع على الشاشات ونقاشات وكلام، ما حدا عنده حل حقيقي مثل ما حصل بسنغافورة بماليزيا باليونان لما صار في، ما حدا عنده حل. أنا حسب موقعي السياسي والطائفي عم بيجي بطلع على الطاولة بعمل مبررات بطرح بهجم على الآخر، أنت السبب، لا أنت السبب، ويبقى الحل. هيدا شو بيعمل؟ هيدا حيترك نوع من الانفلات اللي بلشنا فيه. أنا بتخيل المشهد اللي صار بطرابلس بهذا الشاب اللي نزل على الموتسيك واللي قوس بهالبرادة ورجع حط فرضه هيك وانطلق بالموتسيك ولحد هلا ما ألقي القبض عليه. لازم يعلمنا درس على اللي جاي، لأنه اللي جاي أنا ماني واثق إنه حتصير ثورة. بس على طول حضرتك كثير نظرتك كثير سوداوية على أساس يعني للأمور. أنا اللي قلته ما صار يعني بالضبط. أنا من 2016 ما غيرت رأيي، وقلت وقتها بيجي يوم ما بيقدر لبنان ياخذ $100 من البنك. طبعا سمر ابو خليل جنت علي لما قالت لي سوداوي، قلت لها اي سوداوي بس بنذكر بعض. وهلا حقول لك اللي جاي اول 4 5 6 اشهر اذا ما حصلت معجزه بمساله الانتخاب مثلا، اي رايحين على هالسوداويه ورايحين على دولار فلتان، رايحين على انفلات امني. انتبهي، انا ما مؤمن انه في ثوره،
من حسن حظ هاي الطغمة السياسية، مش الطبقة السياسية، هاي الطغمة السياسية الطائفية بالبلد، انه اجى حراك مسيس، جزء سفرات جزء مسيس وغيره، عطاهن الروح. نعم. لكن ما حتطول هاي الطغمة بالحكم بإدارة البلد. لذلك بس بدي اكمل لك انه امام هذا الانفلات اللي حيحصل، اوكي، حيصير في انفلات امني. نعم. تكسير مؤسسات، محلات، عمليات تشريح كبيرة، عمليات قتل، ما حدا حيرد على حدا، حيصير في نوع من الاسترخاء عند القوى الامنيه اللي حتلاقي حالها عاجزه، لانه اذا فاتت الجيش، اذا فات بهذا الموضوع وجزء كبير من عناصره كمان متضايقين اساسا اقتصاديا ومعيشيا وغيره وكل شيء، انت هون بتروح امام هذا الانفلات. اوكي. تضطري من بعده انه اذا كبر الموضوع بدها تجي وصايه ما تعمل تسويه. لا تعمل تسويه. عظيم. وانا حقول لك هلا شو في تحت الطاوله. يلا, يلا يلا رح اوصل معك، بس بدي اسالك شغله قبل ما نوصل للتسويه، وهذا الانفلات يخدم مصلحه من كمرشح قبل ما اوصل لهم؟ بس بدي اعرف بعض البعض اللي بيشتغلوا سياسي يعني هيك ببلاها، انه اذا عملنا امن نخدم قائد الجيش. ايه. انه مش صحيحه النظريه هاي نفسيا عند البعض، بيعتقد انه ليش انه الجيش خلاص. انا بدي اقول شغله، ما حدا من كل اللي مرشحين على هاي الرئاسة عنده مشروع. ومن المحزن المبكي انه نحن بال 2022 رغم كل الازلال اللي عم نعيشه، رغم كل المرارات، ان بعدنا قاعدين عم نحكي سياسة على طريقة الضيعة، على طريقة انتخاب مختار. نعم. منجيب هذا المختار ولا هذا المختار، مش عم نروح لحتى نختار صاحب المشروع، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى الوزراء بالحكومه، او حتى بانتخاباتنا النيابيه، او حتى باللي بدك اياه. استاذ، ما نقدر، ما نضجت طبخه قائد الجيش يعني زيارته الاخيره الى قطر اليوم. عم ينقال انه بزياره ايمانويل ماكرون المرتقبه الى لبنان ليله عيد الميلاد حامل معه علنا اسم قائد الجيش، هيك المعلومات الصحفيه عم بتقول. حاعطيك معلومه، تفضل دقيقه. لا يوجد اي شيء من كل اللي عم تسمعيه، لا حصل شيء بالدوحه ولا القطريين بعد هلا تبلورت. يا عمي في شغله بالسياسه، القطري ما بيقدر ينط عن السعودي، والسعودي بعد له امور معينه على الساحه اللبنانيه بعد ما انحلت، تتعلق بحزب الله، بتتعلق بشغلات كثيره. بس صار في خرق اللقاء اللي صار بين ولي العهد ونجيب ميقاتي. اوكي. هلا بقول لك يعني وكانه في تبدل شوي. ايه مزبوط. بدايه ملامسه، وهيدا عم يترافق مع اتصالات سوريه سعوديه، صاروا اربع اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين كمخابرات، وهلا واصلين لمحل عم بيقربوا اكثر بهي العلاقه، ويتعلق الامر كمان التحرك التركي وغير التركي، شو بدي فيه. بس على مستوى الاعداد لما اللي عم تسمعي، ما حصل ولا اي شيء. كيف لم في يحصل؟ افكار ولا شيء، ولا شيء، لا ما قائد الجيش ولا اي ساعه بتقولي لا هلا حظ سليمان الفرنجيه حيكون اكثر، لا هلا اذا بالامن بصير، او القطري والمصري ويمكن السعودي موافق والفرنسي عم يدعم، بدهم قائد الجيش. صحيح هذا الحكي اللي عم ينقال. الميزانين اثنين او ثلاثه عند السعودي من عنده تحت القطري بيجي، هو البقيه اللي بيتحرك، هو المصري. ليش السعودي عنده مشكله مع قائد الجيش؟ ما بعرف، ما عنده مشكله، بس طولي بالك. وعند الامريكي اللي بعده عم بيتفرج هلا، ومين مرشح الامريكي؟ وعند حزب الله والمجموعه اللي كمان رئيس الجمهوريه اللي جاي. عنده ثلاث شغلات بده يعملها. لحظه بس قبل ما نوصل لثلاث شغلات، تفند معك المشهد. مثل ما حضرتك عرضته. قلت لي في اول تقاله اللي هي السعوديه، او اول شيء الطربوش الكبير الامريكان، عظيم، والامريكي وحزب الله. اليوم بالنسبه للامريكي قيل الكثير عن انه مرشح الامريكيين الوحيد لرئاسه الجمهوريه هو قائد الجيش، مش الوحيد بس المفضل قائد الجيش. السعودية طبعا ما راح تخالف امريكا بهيدي النقطة، واساسا علاقة ممتازة بين المملكة وقيادة الجيش. بيبقى حزب الله اللي شفناه فتح خطوط مع قائد الجيش من بعد مرحلة من شد الحبال. قلت لك شو بدهم؟ في ثلاث شغلات من رئيس جمهورية جاي، سواء هو قائد الجيش او سليمان فرنجية او اللي هلا بقول لك اللي حاطينه على جنب احتياط، وصل هلا وصل، صار له 10 12 يوم. المهم اولا بده يعطي الضمانة لحزب الله. اوكي. وبده يعطي ضمانه للمجتمع المسيحي ليريحه. عظيم. وبده يعطي ضمانه الترسيم اللي حصل وما سيحصل لبعدين. اوكي. وبتتفرع عنه العلاقات العربيه، بتتفرع عنه كل شيء. هو ثلاثه. طيب هل بيقدر قائد الجيش يعطي هي الضمانه؟ لحد هلا ما بيقدر، ما اعطاها ولا انبحثت.
اوكي ضمانة لحزب الله ولا للمكون المسيحي؟ ضمانته للمكون المسيحي. عندك تقلين تقال الوثن اللبناني والتيار الوطني عندهم مطالبهم. عشان هيك اللي حفظت لك دغري بالتسوية عم ينحكى بعيدا عن الأضواء. نعم. انه اذا جبنا قائد الجيش رئيس الوزراء اللي فرنسا تفضل نجيب مئاتي، ومن بعد المباحثات مع محمد بن سلمان كمان نجيب مئاتي الحمد لله، ومن ثم اذا ما اجى قائد الجيش جبت سليمان فرنجي مثلا، بده يجي رئيس حكومة مقبول من الطرف الآخر على شكل نواف سلام أو أي شيء، وعم بيقولوا له 5 للتيار نعم وزراء، 5 للقوات اللبنانية، شوف دقيق هولي معلش بكره يسجلون علي، واحد للكتائب إذا فاتوا، 5 تيار 5 قوات، واحد كتائب نعم، وثلاثة أربعة أو 5 ما بين تكنوقراط وغيره وكل شيء، هول ليشكلوا ضمانة داخل مجلس الوزراء، وطبعا الثنائي الشيعي و6 للسنة كمان بدك تشوفي كيف بدك تختارين، و2 لوليد جنبلاط دروز، لوليد جنبلاط تحديدا. نعم. اوكي؟ بتشكلي هي الحكومة اللي هي حتكون شبه حكومة سياسية. هي بحكومة قائد الجيش ولا بحكومة؟ هي بحكومة إذا أجى سليمان الفرنجية هو لحاله أخذ حزب الله ضمانته بهذا الموضوع. مش هيك؟ نعم. قوة الحضور داخل مجلس الوزراء سواء بخمسة أو 6 للتيار وللقوات وللكتائب تعطي قوة الضمانة للشارع المسيحي بتريحه مع 3-4 بس اقتصاد اللي هن ممكن 2 قال من التغييرين أو ما بعرف شو يسمى، و و وبقية الأمور اللي حتجي مين قائد الجيش ومين حاكم مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان مين المدعي عام التمييز وكل هذه اللي عم يرسل هيدا حاطينا هالطبخة على جنب كجزء من بلان بي حسب رئيس الجمهورية. إذا أجا قائد الجيش شو بصير؟ بدك تعطي الآخرين ضمانة داخل مجلس الوزراء. طيب إذا أجا قائد الجيش رئيس الجمهورية اسمعي مني شو حيصير. الشارع المسيحي أو حتى اللبنانيين بيحبوا الجيش طبعا ويطمئنوا، وضمن الفلسفة اللي تحدث عنها ابن خلدون عندما تكون عدد الدولة قوية 70% من المجتمع يأتي إلى الدولة ليحتمي بها، لما بتضعف الدولة وبتجي قوة طائفية أو غير طائفية جزء من 70% بيروح يحتمي لهون. طيب بعلم النفس إذا انتخبت رئيس قائد للجيش وبلشت نعمل بروباغندا وتعتير اللي عم تنعمل أنه في حلول وخلص وأمريكا وكذا وكل هالأمور وأنه خلص وإذا وافقوا الشباب يفوتوا ضمن هول جزء من الرأي العام أولا المسيحي حيروح لعند قائد الجيش اللي هو مش سياسي هو منه ما عنده تكتل، بس شو بعلم النفس بيحصل؟ جزء من جمهور متردد عند التيار اللي تأثر بما حصل مع حزب الله، وعلى فكرة بقول لك أمتى موعد اجتماع بالضاحية، وجزء من القوات وغيره بيروح عند قائد الجيش. هالقوتين ما بيعودوا هذا التقل، ولو انه بدك تشوفي هذا شخصية هذا الرئيس كيف بده يكون، لأنه ما بالضرورة إذا أنا ناجح كقائد جيش اني انا بالسياسي طبعاً. ضمن هالطبقه او الطغمه السياسيه خلوني اشتغل. واكبر دليل أوكي. اللي حصل مع الجنرال عون مع الرئيس عون.